ورجعنا لحضراتكم عشان نبدا اخبارنا على طول، وكالعاده اخبارنا من عند النادي الاهلي. في البدايه، النادي الاهلي خلال الاسبوع ده فريق كره القدم لعب مباراتين مهمتين. طبعا انتهت الاولى بالتعادل مع فريق فيوتشر، وكانت هي المباراه اللي تعتبر نقطه تحول شويه في الاسبوع ده. انتهت بالتعادل، ولكن سرعان ما صالح لاعبي النادي الاهلي جمهورهم في اللقاء الثاني امام فاركو. لقاء فاركو هو اللي كان لقاء قوي، كان بيروح الفانله الحمراء. كان بص اللقاء ده تقريبا تحديدا يعني انا هعتبره نقطه التحول في الدوري، لقاء فاركو، لان لعيبه الاهلي كانت مصره على الفوز لحد اخر ثانيه. الفوز بتاع الثانيه الاخيره ده ليه معزه خاصه عند جمهور الاهلي كمان. يعني كده الاهلي تصدر الدوري، او هو بيحافظ على صداره الدوري برصيد 22 نقطه، وبيستعد لمواجهه سموحه في الجوله التاسعه من الدوري الممتاز، وتركيزه اكيد على تحقيق الفوز ومواصله احتكار الصداره لآخر الدوري إن شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا، جمهور النادي الأهلي بيدي روح لأي مباراة يكون حاضر فيها. جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد بالفعل.